حياكم الله مشاهدينا من جديد. وصلنا لفقرة مجتمع أونلاين اللي بنتعرف فيها على أبرز ما حمله موقع سيدتي على الفيسبوك وتويتر. النكد في العلاقة بين الرجل والمرأة، من المسؤول عنها وأيهما المظلوم؟ في مجلة سيدتي تحقيق عن أزواج نكديون يستظرفون عندما يعاكسون، فكيف تتصرف النساء في هذا الوضع؟ أراء رجال نكديون ونساء متضررات موضوع جدلي على مواقع التواصل الاجتماعي. رح نتعرف على تفاصيله أكثر مع زميلتنا هالة سرور مسؤولة صفحة فيسبوك سيدتي، وفرح آل إبراهيم مسؤولة حساب تويتر. حياكم الله في الاستوديو. أهلين هدى. في البداية هالة، أعطينا فكرة عن جوانب هذه القضية وقضية الأسبوع اللي طرحتوها. كيفك هدى؟ الحمد لله تمام. أول شيء طبعاً إحنا هاي الظاهرة بالعادة إنه كثير بتزعج الزوجات، إنه الرجل بيروح على البيت بيكون كثير نكدي أحياناً فيه وعصبي كثير. فإحنا حكينا طب أحياناً إنه ظاهرة العصبية أو النكدية بتكون موجودة بالبيت لكن خارج البيت مش موجودة. فطرحنا هاي القضية في تحقيق على في مجلة سيدتي في العدد اللي نزل بالأسواق، وحكينا إنه نشوف آراء بعض الحالات اللي ممكن إنه نستفيد منها. فبعض الحالات مثلاً اعتماد حكت إنه زوجها كتير حنون وكتير طيب، بلفت انتباه إنه لما تطلع هي وابنها وياه على المول مثلاً إنه بصير البنات بحبوا الأولاد صغار بطبيعة الحال، فبلفت انتباههم فيغازلون. فالرجل بيستغل هاي الفرصة زوجها إنه بصير يتودد للبنات وكذا ويتحدث معاهم، بتحول لشخص طريف كتير وحنون وأب طيب كتير. في المقابل في عنا وفاء من ضمن الحالات اللي انطرحت، انه كانت تروح على عيادة هي وزوجها عيادة الأسنان. طبعا زوجها طبعا يتودد في عصب، بتعرفي كيف انه الطريق احيانا بيكون مزدحم وكذا وهيك، يكون كتير عصبي معاها، بس يوصل للعيادة يكون في اكثر من واحدة من البنات طيب فيصير كتير طيب ويحكي معاهم وجنتل بالضبط، وهذا الحكي مرة على مرة ازعجها كتير، فحكت انه لا يعني انه طفح الكيل خلاص ما تبي تروح العيادة. فامام البنات انه تدمرت واشتكت، يعني حكت له انه انت هيك هيك هيك، فبتكون معي عصبي ومع البنات تتحدث بطريقة عفوية وكتير منيحة وظريف. فبعدها صار لما يروح على العيادة معها يستناها على باب العيادة تحت. احسن شيء عقاب. شو الحالات بعد اللي رصدتوها عن هذا الموضوع هالة؟ طبعا في بعض الحالات الثانية اللي هي أمير طبعا كان يعني بيحب مرته كتير وبتودد لها وكذا وهيك، فبحب يعني نوع من البنات الشقروات. فهلا هو دائما بيحكي انه كثير انا بحب البنت الشقره، كثير بحب الهيك وبموت فيهم، فراحت غيرت لون شعرها للون الاشقر. فهلا هو ما عجبه الحال، فحكى لها لا غيري اللون الاسود عليكي احلى، وانه حتى لو هيك بس انا بحكي هيك لانه بحب يعني اغيظك شوي، يعني خليك تغيري علي شوي. حلو. فرح، هل رصدتم تغيرات اخرى، يعني تغيرات في تصرفات الرجل تزعج وتضايق المراه؟ والله احنا قلنا خلينا نفتح الباب الى في تويتر، قلنا خلينا الحريم يفضفضون على كيف اكيد شوف يطلعوا اللي في قلبهم. ايش هي اكثر اشياء تزعجهم في الرجل؟ فمثلا عندك لين، طبعا التعليقات جتنا أعداد مهولة، وتعرف اللي كلهم كانوا انفتح لهم باب يستنون يعني الموضوع. فلين قالت مثلا ذبحني ما يفكر إلا ببطنه. عندنا ميمو اعتبرت كثرة التدخين والجلوس على النت لوقت متأخر أمر مستفز بالنسبة لها. طبعا أغلب التعليقات كانت تحوم حول هذا الموضوع اللي هو ما يهم إلا بطنه، وكثرة القعدة على النت وعلى الجوال إنه ولا كانها موجودة، وعلى الواتساب وكمان كثرة التدخين. هلا خليني ارجع واسالك بخصوص الرجل اللي متحول او يغير طبيعته، لما يطلع من البيت شو السبب النفسي اللي يخليه انه هو يتصرف كذي؟ طبعا هدى احنا توجهنا للاخصائيه النفسيه الدكتوره فاطمه الزهراني. طبعا سالناها عن هاي الشخصيه وحكت لنا انه تحليل هاي هيك شخصيات انه تحت مسمى بيكون الشخصيه المدعيه. اسم غريب طبعا، انا اول مره يعني بعرف هيك شخصيه. فبتحكي انه هي بالغالب بتعبر عن نقص جواها، انه ما في شيء انسان سوي بيحاول يلفت انظار الناس اللي حواليه لمجرد انه شكلها مثلا شكلها عجبه، شكلها يعني عجبه، او مثلا سلوكها عجبه، ضحكتها عجبه عجبته، انه فانه هذا الشخص بيكون دائما فببيته بيحاول انه يكون الرجل الكثير شديد الصارم الشرقي الكذا، لكن بالمقابل انه مجرد ابتسامه ممكن تسحره في الخارج تخليه يبتسم على طول.
فرح يعني وايد تحملون على الرجل، ليش يعتبرون الأخصائيين أنه هذا الرجل شخص ناقص أو نكدي؟ والله تدرين احنا عندنا سألنا نفس السؤال إلى مستشار أسري، اللي هو مستشار أسري في سيدة عبد الرحمن القراش، كان يقول أنه مو بس الرجل، أنه حتى المرأة نكدية، بالعكس أنه في نساء موهوبات في التنكيد. أنه تخترع لك حيل أنها تنكد على زوجها في البيت وتعمل مشاكل. هذا رأيه، أنه مثلاً عطى بعض الأمثلة الطريفة، أنه مثلاً المرأة تطلع من البيت من غير ما تقول لزوجها، تروح السوق حتى لو تقول له، بس يعني دائما تطلع وعلى الفاضي والمليان على قولتهم. فهذه من الاشياء اللي تنكد على الزوج. من الاشياء مثلا اللي معروفه دائما نشوفها حتى في المسلسلات الخليجيه، انت قاعد تقول له شوفي فلانه شوفي فلانه عندها، ليش ما تسوي لي مثل زوج صاحبتي قاعد يشتري لها ويفعل لها، ليش ما تسوي لي نفس الشيء؟ هذا واقع. فهذه الاشياء كمان تضيق على الرجل وتسبب له نوع من انواع النكد. عندك مثلا تتعمد احراجه قدام اهله، مثلا تلبس لبس غير مناسب الى قعده اهله، فهي تتعمد احراجه ممكن. ففي اشياء كثيره كمان تعملها المراه تنكد على الرجل، فمش تحامل على الرجل لكنها مجرد اشياء طريفه احنا نذكرها، ممكن نوجد حل في الاخير. حلو. هلا في من ضمنها، بس بعد اذنك هدى، من ضمنها اللي هو اتهام، يعني من هاي الحيل خلينا نحكي انه اتهام المراه دائما بنقص عواطف الرجل تجاهها او تجاهلها بالبيت. مثلا بتكون دائما بتحضر تلفزيون، فبدها زوجها يكون مثل مهند او مثل ماجد المهندس او برومانسيته باهتمامه لإلها. احنا طرحنا طبعا هدول التساؤلين او القضيتين طرحناهم على فيسبوك، فكان من ضمن التعليقات على موضوع حيل النساء ونكدهم على أزواجهم، طبعا كان إنه أغلب 80% من الجمهور متابعينا كانوا إنه بيحكوا إنه لا 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 لا، هذا مستحيل، هذا الحيل مش موجودة والنساء ما بتعمل هيك. فكان في برضو حدية من الرجال إنه بيأكدوا على النقطة الخامسة، قضية تجاهل الرجل لمشاعرها، إنه بالعكس هاي الجملة دائما بنسمعها ودائما مطروحة ومطروقة لإلنا. من ضمن هاي التعليقات طبعا كانت اللي هي رباب جعفر بتحكي انه العصبية والتنكيد هو، يعني خلينا نحكي على قضية تنكيد الرجل، انه ليش بنكد وبره بكون كتير ظريف. بتحكي انه العصبية والتنكيد هو تمثيل مش اكتر، الغاية منه تحويل الزوجة إلى صنم أو جماد حتى ما تكون إلها اهتماماتها، سواء بس غير إرضائه فقط ليعيش حياته كما يحلو له دون أن تنطق الزوجة بكلمة واحدة، ولا حتى لمجرد التفكير بما فعل في يومه هذا. طبعا هاي هي شخصية الرجل بالتحديد. في عنا سامح أبو أحمد بيحكي أنه هو كان متوازن في الطرح، بيحكي أنه هو مطلوب أنه يراجع نفسه، وهي كمان تحلل ليه وصل الأمر بينهم لهيك، ولو عرف السبب بيكون الحل أسهل. في عنا سونيا عزار بتحكي، بيحكي المثل الشعبي، داخل البيت دبور وبرا البيت فرفور. انت شو احساسك؟ خلينا الحين انت شو تحسين، كلامهم منطقي ولا لا؟ هلا شوفي، هو لازم رجل مظلوم ولا لا؟ هو لازم يكون، لا لا مش دائما مظلوم، احيانا يعني الشاب بيكون هيك عينه زايغه بتروح هيك وهيك، ما بيكون عنده هيك شوي ببيته بعض الفرح والفكاهيه. وفي المقابل انه في شباب يعني بيكون بتحكي انه نيال نسوانهم فيهم من كثر ما بيكونوا فرحين وظريفين داخل البيت مسوين جو. بالضبط. في نقطة طريفة كتير، واحد كان بالمول، من طرائف الأزواج اللي انطرحت إنه كان بالمول وهو ومرته عم بيعملوا شوبينج، فضيع مرته، يعني لف عليها كتير دور ما، طيب يعني اتصل عليها يعني سهل، فما في مجال إنه يشوفها وهيك. فراح شاف واحدة حلوة كتير، فوقف حكى لها ممكن أحكي معك ثواني؟ حكت له ليش؟ حكى لها لأنه مجرد إني ما أحكي مع أي واحدة حلوة مرتب تطلع ما بعرف كيف. حبيت إنه بس ما يقعد يدور عليها، بس يحكي مع واحدة حلوة راح تطلع زوجته. يعطيكم العافية، وأكيد الناس بعدها تتفاعل مع المواضيع اللي تطرحونها، لأن فعلا مواضيع حلوة ودائما تسوي مشاكل بين الرجال والنساء، بس في الأخير نصالح بينهم. أي لازم تصالحون. إحنا مثل ما تعرفون مواصلين في برنامج سيدتي لتشجيع حملة سيدتي ضد السمنة، بنشوف الحين. أبي أشكركم قبل كل شيء على حضوركم معنا، وإن شاء الله نتابعكم الأسبوع الجاي في مواضيع ثانية، ورح نروح نشوف ندوة حول السمنة في الرياض في هذا التقرير. أطلقت مجلة سيدتي حملتها ضد السمنة بعنوان معا لمكافحة السمنة، والتي ستستمر لمدة 3 شهور متتالية، تقوم من خلالها بمتابعة الكثير من حالات السمنة في السعودية، وجاء ذلك في ندوة أقامتها سيدتي في العاصمة الرياض.
أكبر نسبة على مستوى العالم العربي تعتبر السعودية بالسمنة. فمن هالمنطلق يعني قررت سيدتي إقامة حملة من حملاتها اللي دائما تهدف يعني لأنه سواء أفعال خير أو سواء أنه بتشارك المرأة بجانب مهم بالنسبة لها، والسمنة شاغل دائما المرأة. التخلص من السمنة فعلا يعني مو بس صحة، ثقة، تحسن نفسية. فبنصح فعليا انه الواحد اذا في مجال، واحنا فاتحين هذا المجال عن طريق سيدتي، انه اللي بيعاني من السمنة ممكن ان نوجهه لمركز طبي. من اهم الحاجات اللي احنا ممكن ان نتكلم فيها وندافع عنها في المجتمع اللي هي السمنة، وبسبب انتشارها بين افراد المجتمع بشكل لافت الانتباه، يعني صارت نسبة تستحق للاهتمام. يعني إحنا في عندنا رسالة، من بين هالرسائل الإنسانية اللي إحنا بنحب نقدمها هو هذا الموضوع، إنه لا للسمنة، وإنه كل إنسان لازم يمارس الرياضة، لازم ينتبه لأكله، لصحته، لوضعه النفسي. فكل هذه الحاجات مهمة. السمنة هي مرض العصر، وهو وباء أصاب العالم العربي كله، حيث أبرزت الإحصائيات من عدد من الدول العربية عن ارتفاع في نسبة السمنة. ففي السعودية يعاني ثلث المجتمع السعودي من السمنة، منهم 37% من النساء. ولذلك تتعهد سيدتي بالاستمرار في التوعية والتحفيز لكافة القطاعات المعنية للعمل على تكريس نمط حياة صحي. مشاهدينا، احنا دائما نشجع من برنامج سيدتي انه الناس يتابعون ان شاء الله حمله سيدتي ضد السمنه ويستفادون منها. رح نتكلم عن سيدات اعمال ناجحات في الخليج لكن بعد هذا الفاصل. اصلا انا اعرف الزواجات هذه شلون، ما يجي الوحده الا كل اسبوع او اسبوعين مره. انت شايفه قدامك كرسي ولا طاوله ولا اكسسوار قدامك؟ الشرط الاول اعلان تام الزواج. زواج معلن؟ الظاهر يا مدام انت ناسيه انك متزوجه ولك واجبات وحرمه بيت. خلاص مع دبغات، انا خدت عشان استانس وانبسط، لكن طلعتي زي الهم على قلبي.